اسال بقى سؤال لولبي 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 يا خوفي. لا يعني عرفت كده، العصفوره قالت لي ان انت خسيتي فوق من 70 كيلو. ايوه طبعا، ده انا كبنت طبعا انا كان نفسي اسال السؤال ده، اول سؤال اساله لك يعني الحقيقه. خسيت عملتيها ازاي؟ 86 كيلو. خسيتي 86 كيلو؟ ازاي؟ الحمد لله. في قد ايه وازاي؟ لا في 5 سنين يعني، مش سحر. هو برضو خسيتهم ازاي؟ خسيتهم بطريقه طبيعيه جدا. انا مش نيوتريشنست، فانا بالتالي ما اقدرش طبعا ادي نصايح على اي حاجه، بس هقول حاجه واحده بس هي اللي فعلا استفدت منها قوي، انك لما بتاكلي كتير او بتاكلي قليل او ايا كان، في حاجه بعيده عن الطبيعي. طبيعي. والله لحقت نفسي. حسيتك. بيبقى دايما في مشكله غير الاكل، يعني بيبقى دايما في حاجه سايكولوجيكال او حاجه نفسيه بتأدي الى قله الاكل او زياده الاكل او اي حاجه من الحاجات. فانا كنت مشكلتي ان انا محتاجه اعالج المشكله دي وبعد كده ابدا اكمل. ايوه بس كنت يعني انت كنت بتاكلي كتير. انا كنت باكل لحد، انا متر ونص وكنت 140، فبكي انت تخيلي. لا كنت 140 كيلو. اوكي وانا متر ونص اصلا بقى. يعني ما كانش في رقبه، ما كانش في وسط، ما كانش في اي حاجه، هو كان قمر برضو اكيد. والله ما كان يبان بس تمام. طب قللتي الاكل ولا يعني؟ قللت طبعا. لا هو كان ايه سبب الوزن ده اساسا؟ وقتها كنت في مشاكل كتير في عائلتي، كانت كنت ايموشنال ايتنج، تاكلي كتير. لا ايموشنال ايتنج بطريقه يعني مش مبرر يعني. لا ات واز تو ماتش يعني. ايوه. بس وبعد كده وصلت المرحله اللي هو خلاص اوكي، انا وصلت للكلوجر او ان انا خلاص نهاية. حصل بالظبط. وبعديها بدات اخد بالي ان انا مش بس منتلي او نفسيا مش كويسه، انا جسديا مش قادره. يعني مش عارفه اطلع السلم، مش عارفه اخد نفسي. على فكره القرار ان انت تاخدي ان انت لا انا هخس، وخسيتي رقم زي ده وبالتدريج. ما خسيتوش مره واحده. قولي للناس برضو ان هو بالتدريج عشان الناس فاكره ان لا مره واحده. لا مره واحده عمرها ما مش هتكمل، لان غير ان هي مش اكشلي حتى لو كملت هي ممكن تكمل، ما قلناش لا، بس هي مجهده للجسم. يعني في اعضاء الجسم انت بتغير الكونديشن بتاع جسمك كله على بعضه، فصعب قوي ان حد يخس بسرعه ويبقى صحي. لا استحاله. لازم تدي في حاجه اسمها فيزيكال كونديشننج، انك انت بتعودي جسمك على حاجه، فلازم تاخديها تدريجيا. كنت بتاكلي ايه؟ على فكره كنت باكل عادي جدا، بس انا كنت بتمرن. يعني كنت بحسب اللي هو اوكي، يعني انا وقتها كنت عايشه في سويسرا مثلا، فكنت بتمرن ممكن 5 ساعات في اليوم بجد. يعني بعد الشغل او بعد التريننج اللي كنت فيه كنت بروح اتمرن، فكنت ممكن اكل باستا، بس باستا بحاجات صحيه، مش لازم بكريمه بقى ومش عارفه ايه. دي سويسرا لوحدها هتغير النفسيه. بصراحه سويسرا غير كل حاجه. لو عايش في سويسرا هبقى ارفع من كده. فكنت باكل عادي على فكره، ما كنتش، بس كنت بقطع الحاجات اللي مش صحيه. الفاتس اللي ملهاش لازمه يعني. أيوه. هي كالوريز على الفاضي يعني. فبس ده سامعين، كالوريز على الفاضي. احنا عمالين بنضرب في حاجات ملهاش اي لازمه في كل يوم. ده مش كالوريز على الفاضي ابدا. ده كل ده فاضي ابدا. ده كل ده احلى كالوريز في العالم. ده خطير ده. تيجي نقدم؟ يس. في ده. طب انت يا سلمى بتحبي تطبخي ايه؟ يعني ايه اكتر مطبخ قريب لقلبك؟ انا عارف السؤال كليشيه، بس انا مثلا انا عارف انا بحب المطبخ الايطالي مثلا، اللبناني، المصري. انت اقرب مثلا 3 مطابخ خلينا نقول ليكي. او انا هقول لك بطريقه احسن، انا ميديترينيان. ايوه فانا واخده الحته دي عامه. الفليفر بروفايل بتاعي او الفليفرز اللي انا بحب انكه بيها او النكهات. بستمتع ان انا اكلها حتى مش بس اطبخ بيها. هي دي النكهات الاوسطيه او بالزبط. البلاد اللي بتطلع على البحر الابيض المتوسط. يعني انا بموت في جريك، بموت في مغربي، بموت في ايطاليان، بموت في ايطالي. يعني في دي بالنسبه لي الفليفرز اللي انا بستمتع بيها. دي النكهات اللي بتحبها حليمات تذوقك. لازم بجد يبقى في سبتايتل تحت، انا اسفه. لا انا متعود على فكره ان انت مش اول واحده عندنا. راند بتطلع عيني. لا حبيبي هو ما شاء الله. هو احنا هنديك بعد كده مرتب مترجم. والله. صح؟ يعني المفروض يعني نديك مرتب. لا بس والله كرمشولي كده 200 جنيه. لا انت النهارده ابهرتيني. انا عارف سلمى بره الهواء. بس ان انا بجد. ايوه هي اتولدت في انجلترا يا جماعه وعايشه هناك طول عمرها، وكانت في سويسرا وايام كده. فالبنت مش بتتنك والله. هي بتجتهد ان هي تتكلم عربي. فلا كمان انت كمان الكتابه مش العربي مش تحفه صح؟ لا مفيش. هو انا بقرا عربي
بس تيجي تقول لي ما تدوسوش عليا يا جماعه. يعني طه وته وزق لا مش مفيش. انا يعني ممكن اكتبها حسب ما بنطقها بالظبط. بعد كده مفيش بقى خلاص. طب بما انك اسكندرانيه متاثره بالسمك وكده ولا لا ما جاش يعني السمك حوارك يعني سمك سمك مش منك بقى فيه. لا ما انا ده بقول للناس الناس هم اللي يعرفوا القعده دي طبعا. هو انا اصلا هو يعني السمك بالنسبه لي حوار وده غير ان هو من اكتر الحاجات اللي بيمتص فليفرز بطريقه سهله قوي صح. وعشان كده بالظبط وعشان كده انا مع الاسماك بالذات ما بحبش استعمل بهارات كتير على خالص لانك انت ودي مامتي اكشلي معلمين الحته دي دايما عشان تحسي بطعم السمك ده لو السمك جودته عاليه على فكره هو انت ما لو البهارات غطت طعم الستار اوف ذا ديش طب ايه لازمه الطبق فانا مثلا ساعات بروح اماكن ببقى ستيك ماشي الستيك جميل عليه 10 كيلو صوص فين اللحمه فانا مش يعني لازم برضو تستمتعي بالفليفر اوف النجم بتاع الطبق دي حقيقه. انا عمال ريقي يجري والله العظيم ما بافوره عشان هي صاحبتي بس انا والله مع كل معلقه هي بتصبها في الطبق وانا انت شامم ريحتها اما ما ليه بعمل كده حلو والله اهو انا بسقسه اهو اهو بس بسقسه الناحيه اللي عندي دي ما فيهاش عينيا حالا دلوقتي يا لهوي سلام يا لهوي دي طلعت اسكندرانيه قوي صح لا عادي هنقول يا لهوي برضه. انت حطيتي القهوه والجزر قبل كده مع بعض ايه حوار الكوفي سالاد اللي انت عملتيه في 15 دقيقه ده مش الكوفي سالاد اكشلي الكوفي سالاد كانت غير القهوه والجزر القهوه والجزر انا ازاي يعني اي روستد الجزر بكوفي بينز في الفرن. بصي اقول لك حاجه شويت الجزر بالحبوب القهوه بالظبط. الفكره في القهوه ان انا كان في فتره عندي مش فتره وانا مدمنه قهوه كده كده بس انا كمان ما انا انت عينه طب بس القهوه ليها ديمنشنز كتير قوي كطعم فلما اتروست بتبقى حاجه لما بتتحط في عملتها مثلا مره في زبده وحشيت بيها في تحت الفراخ هاتيهم هنا بقى حاجه حالا ليها ديمنشنز كتيره كطعم ايوه فحاولت مره اروست بجزر لان الجزر سويت والتانية اتس بيتر فطب ما نجرب كده عشان الجزر مسكر والقهوه مره شويه فالاثنين عاملين ميكس حلو مع بعض في ابعاد جربت مره ان انا اخلطها في زبده واحطها تحت جلد الفراخ طلعت حلوه قوي قوي وكانت محشيه رز وبيف بيكن ومليون حاجه جربت مره اعملها بسالد ببيف برضو انا محتاجاكي تستضيفيني عندك شويه حبيبتي بصي في اوض والله العظيم موجوده فاضيه انا عايشه لوحدي تنوري انا جايه انا جايه جاهزه انت من سكان التجمع لا هنا ناحيتنا يا خساره هاجي لك برضو حبيبتي تنوري والله انا هنقل قريب بقى بصي انا هنقل قريب عايش عندها انا هروح لك كل مره في الاسبوع على الاقل اجي اتغدى عندها ما شاء الله يعني لا هاجي والله لا واضح ان انت بجد اكلك انا لسه ما دقتش بس باين اكلها حلو باين لا لا اكلها حلو بجد سلمى انت كنا يعني انا كنت سعيده جدا 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 بوجودك معانا انا اسعد والله واكلك شكله يجنن انا هدوق وهقول لكم انتوا عارفين انا ما بكدبش وما بضحكش عليك أيوه. لسه فطحاني في حلقه قبل كده انا صريحه يعني فلو وحش هقول لكم بس انا احساسي الداخلي ان هو حلو يعني أيوه. نورتينا وشرفتينا ويا رب تكوني انت اللي اتبسطتي معانا والله انا اتبسطت جدا فثانك يو وثانك يو فور ميكينج ات تلتقي اكتر حاجه مريحه ومفيش توتر ومفيش لا لا توتر ايه ده احنا قاعدين كده في المصطبه احنا بالظبط احنا قاعدين بناكل في البيت بالظبط المطبخ ده في المصطبه بتاعت البرنامج بيبقى في اخر البرنامج كده بنقعد نرحرح والله بيقعدوا يقولوا لنا في ودننا ما ترحرحوش بزياده ما ترحرحوش قوي انا حاسه ان كنت هكمل عادي ما فيش مشكله ياسمين بتبقى واقفه لنا بالمرصاد لا لموا نفسكم شويه لا ثانك يو والله وانا استمتعت جدا بوجودي معاك احنا كمان جدا جدا يا سلمى انا هطلع دول بره عشان الكاميرا عمرو طبعا انت اكيد طالما صاحبك من زمان عارفه مرتب ومنظم ايوه لا ما هي كمان على فكره مرتبه ويعمل. جدا ما هو صدقيني اهو دي عاده لا يا رب بجد حلقتنا يا جماعه تكون عجبتكم النهارده وانا زي ما قلت لكم انا هجرب العكاوي اللي هي بالطريقه الغريبه دي أسيوية. بس أسيوية. انا احساسي ان هي حلوه احساسي بيقول كده لا هي فعلا شكلها انتي نورتينا يا سلمى نورك ربنا يخليك ثانك يو كان معانا النهارده الشيف سلمى احمد الشيف الجميله نورتينا يا سلمى نورك يا حبيبي بجد كنت تجنني عملتي اكل تحفه ومرسي ان انت جيتي ومرسي انك استضفتوني هنا بجد كان يوم جميل جدا حبيبتي هندوق بعد الهوا بس احنا الحلقه النهارده للاسف ان هي خلصت وهنستناكم في حلقه جديده من هو وهنا بكره